وحياكم الله معنا في دورة الفكر والتخطيط الاستراتيجي. طبعا مثل ما قلنا في عندنا قصة نجاح أيضا. هذه القصة أن في إحدى الفتيات خلال دراستها الماجستير إدارة المعلومات في جامعة واشنطن تعلمت تحميص البن وتحميص القهوة، تعرف من المذاكرة والأمور هذه، وكانت هذا بداية حست أنها فيها شغف للموضوع هذا، ونقلها أنها تكون واحدة من رواد الأعمال. عندنا أسست شركتها، شركة يتوق لإنتاج القهوة العربية عام 2008، وفي عام 2011 طورت أول آلة لصنع القهوة العربية وسجلت براءة اختراع لها هي طبعا. والشركة حاليا يعمل فيها حوالي 90 شخص، بدأت بثمانية أشخاص وفي تطور إن شاء الله، والله يوفقكم. طبعا هذه هي المهندسة لطيفة الوعلان واللي وضعتها مجلة فوربس على رأس قائمتها الغادة الملهمين في الشرق الأوسط في عالم الأعمال. هذه أيضا من قصص النجاح، وإن شاء الله كل واحد منكم يكون له قصة نجاح تتداول. وشكرا لجميعكم.